يقول: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، الله يرزقنا وإياكم. يقول ابن تيمية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم، ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. اليوم سبحانك ربي، الناس تدعو إلى الفتنة، ويعني تشارك في الفتنة في القول والفعل والعياذ بالله والتشجيع وغيره. بل المصيبة الأعظم مثل ما نسمع، قالوا الآن اللي يعني يجب أن تخرجوا إلى شوارع مصر عشان تحركوا الشارع وترجعوا مرسي على الكرسي، ويجب الخروج، وهذا الخروج جهاد. الله يا شيخ، خروج وشعب، وهذا مؤيد وهذا معارض، كم قتل إلى الآن؟ وإلى ويقولوا حقهم، اللي حقهم جهاد واللي حق غيرهم نفاق. مصيبة، يعني سموا الأشياء بغير اسمها يا شيخ. هذا فتنة يا شيخ، تأمر الناس تخرج بالشوارع، وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا، وهذا يكسر وهذا يسوي، ها، مصائب مصائب، فتن عظيمة جدا. يقول: لا، هذا هو الجهاد الذي يجب، ومن مات منكم يقول فهو شهيد. طيب يا أخي، أنت روح خليك تموت أول واحد شهيد، احنا نبي لك أنت تكون الشهيد رقم واحد، ليه ما يروح؟ لا لا لا، هو جالس هنا أو جالس في الكويت أو جالس في بريطانيا أو جالس في الدنيا كلها، ويقول للناس اخرجوا إلى شوارع، إلى ميدان رابعة العدوية، الآن يسمونه ميدان جبريل، عرفتم ولا ما عرفتم؟ هذه مصيبة. فالخروج واجب، الخروج جهاد، واللي يموت منكم شهيد. طيب يا بسم الله، أنت الطاعات فيها إيثار؟ الطاعات ما فيها إيثار، الشهادة أنت لازم تحرص أكثر مني على الشهادة، تعال خليك تموت أنت الشهيد الأول وأنا وراك الثاني، ما عندي مانع. لا لا، هو يبي، هو بعيد، آمن في سربه، في أهله، ها، في بين نساء، ويمكن عنده أربع زوجات، ها، ويقول لها أولاد المسلمين، يقول اخرجوا وإذا متتم شهداء. مصيبة، نسأل الله العافية يا أخوة.